طيب، نيجيريا في المركز الثالث وتونس في المركز الرابع. ايه اللي هيحصل او ايه اللي حصل في هذه المباراه؟ ايه اللي هيحصل في مباراه يوم الجمعه القادم ما بين الجزائر والسنغال؟ من سيستطيع ان يفوز؟ ارقام واحصاءات كثيره جدا عن هذه المباراه. اخر حاجه قبل بس ما استقبل كابتن احمد، دكتور احمد ثابت، امبارح كابتن هاني رمزي طلع تصريحات كثيره جدا بالفيديو وكتبت على في الجول الحقيقه يعني، وطبعا موقع محترم جدا عامل فيديو جايب تصريحات. بعديها بشويه لقينا تيتو جارسيا المدرب العام طلع رد على الكابتن هاني رمزي، ولقينا كابتن احمد المحمدي كابتن منتخبنا الوطني رد على الكابتن هاني رمزي وقال لك انا يعني انا مش هرد على كابتن هاني رمزي لان انا تاريخي، تاريخ احمد المحمدي يعني، اكبر من تاريخ كابتن هاني رمزي. النهايه دي، النهايه اللي حضراتكم شايفينها دي، او يعني الكلام اللي حضراتكم شايفينه ده تليق بالمنتخب ده، وجهه نظري او ده اللي انا شايفه. النهايه او الكلام اللي بيتقال ده يليق بالمنتخب اللي خرج من دور ال 16. هو ده اللي انا اقدر اقوله في الموضوع ده. كل اللي انا بطلبه من كابتن المنتخب، للاسف الشديد كابتن المنتخب، ومن ايضا المدرب العام للمنتخب من فضل حضراتكم، وسواء تيتو جارسيا برضه، بس تيتو جارسيا قال الكلمتين وهيسافر، ما مش عارفين هيجي تاني ولا مش هيجي، فهيسافر يعني. ف كابتن هاني رمزي، جارسيا، كابتن احمد المحمدي، من فضل حضراتكم اسكتوا. اسكتوا بقى، عيب. الكلام ده ما يتقالش. الكلام ده مش وقته دلوقتي ان هو حد يتكلم فيه، وده يطلع يرد على ده، وده يطلع يرد على ده، وده يطلع يرد على ده. كابتن هاني رمزي قال حقوق، قال حاجات حقيقية حصلت. لكن ما ينفعش يطلع كل حد شوية يرد على التاني، وبعد كده نشوف فلان رد وعلان رد وترتان رد. ما ينفعش، ولكن النهاية دي تليق بالمنتخب اللي خرج بهذا الشكل. خلينا نطلع فاصل، وبعد كده هنطلع بعد هذا الفاصل هنستقبل دكتور أحمد ثابت، هنتكلم عن أهم الأرقام والإحصاءات.